حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناه الايام الفضائيه وحلقه جديده من برنامج الوسي امانه كرار حباب فاصل قصر وفقره فيس تو فيس. خليكم ويانا لا احد يروح بعيد. اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في فقره فيس تو فيس، حيث الاخبار والمواضيع والاحداث والترندات المحليه والعربيه والعالميه اللي دائما ما تكون موجوده في برنامجنا برنامج الوسم. ولا مواضيعنا واحداثنا في هذه الحلقه هو موضوع خربه كره القدم، يعني بصراحه ما اعرف، يعني هذا الموسم عباره عن ترندات واحداث متواليه. زين ما نعرف، ناس تروح ناس ترجع، ناس تروح الاسيا ناس تروح الامر. هم زين كانت قبل الصين، هسه ماكو الصين، هسه يروحون لو الاسيا لو الامريكا. الحدث شنو؟ الترند شنو؟ هالمره رياضه، والرياضه توجع القلب. تفضل يعني تفضل وياي استاذ علاء، يعني تفضل. يلا ميسي الى انتر ميامي، ليش خويه؟ ليش خويه؟ مو منتظرينك ومتحضرين ونريد نهوس ومحضرين لك جولات وجايبين لنا صناديق بيبس نريد نبارك لك نسوي لك عراض، ليش تخليهم هيجي؟ قاموا يشمتون بينا. هسه المشكله هسه هم يشمتون بنزيما، وين راح؟ بنزيما هم راح للاتحاد، راح الاتحاد. والله ميسي من باريس راح، مو من عندنا للاتحاد. زين بس احنا نقول هاي الانتقالات اللي راح تخرب كرة القدم مع الاسف. زين بنزيمة للاتحاد، بنزيمة ادري ولك بعدك باوروبا تلعب، روح للدور الانجليزي العب بالسيتي بليفربول باليونايتد، وانت ميسي انت شي جاك خوي. بس والله عمان ما لومك، يعني ما لوم. اذا شراكه ويا ابل، شراكه ويا اديداس، 39% اسهم بالنادي، راتب مدرج قد مليار ونص مدرج قد، مقر الاتحاد الارجنتيني بميامي، مدري شنو للارجنتين بميامي. انت هيك راح تعيش الارجنتين، مو بس تعيش، تعيش انت وانتونيلا وتياغو ومافيو. يا اخي ليش؟ ليش؟ مو خربت كرة القدم بهاي الانتقالات؟ خربت يعني بس صدمات. المشكلة خلي اشوفكم شغلة، المشكلة الصدمات بدأت تتوالى. ميسي على اساس الهلال، خطية طلع هذا المسكين يكون هسه سمعوا شو يقول، سمعوا شو يقول. كل يوم كلام يجي، كل يوم كلام يجي، ما يجي عيب. سيستر ليناردو كلام يجي، هو يجي، انت بس كاميرا وهو كاميرا وهو كلام فاضي. يبغى يجي ما يبغى يجي، كلمه واحد كلمه. اسمع اسمع، انت ما يجي سيدا، ما يمشي سيدا مع هلال. كل يوم كلام يجي، كل يوم كلام يجي، ما يجي عيب. سيستر ليناردو كلام يجي، هو يجي، انت بس كاميرا وهو كاميرا وهو كلام فاضي. يبغى يجي ما يبغى يجي، كلمه واحد كلمه. هاي مالها سنجيب راجع وترجم لنا ولا هو. ميسي انت ليش ما يجي سيدا للهلال؟ هو كلام انت بس كاميرا وو كاميرا خطي. هذا المسكين باكستاني من القارقه ويبكي، كله كلام فارغ. انت شستر ما ادري شنو قال يجي، انت ما يجي، كلام واحد، انت ليش ما يجي سيدا؟ يعني هاي على ميسي. يعني لو على بنزيما، تعال اشوفكم بنزيما وين راح. بنزيما كريم بنزيما، دوري ابطال اوروبا وريال مدريد، تفضل. هذا هو بنزيما، راح وقع الاتحاد. عم خربت كرة القدم، انتهت كرة القدم. هو كلام واحد، انت يجي لو ما يجي سيدا، انت كل يوم قول يجي ما يجي. قال انت بس كاميرا وو كاميرا وو. الله، هذا حكي اللي بقلب الناس على ميسي. بس لو جاي البرشلونه يا اخوي، على قولة هذا يقول ابو المساميس، هسه انت طلعت له لقب مدري مين ما مين وخبلتنا وخليت جمهور ريال مدريد يحشش علينا. ميسي الانتر ميامي وكريم بنزيما للاتحاد، عمي كارثه هاي، كارثه هاي. ها
اكو شغلات بعد الميسي. ميسي راح يصير سفير كاس العالم 2026 اللي بامريكا همين، هاي كوبا امريكا راح تصير بامريكا همين مال 2024. يعني ابو المساميس على قولة هذا طلع يقول ابو تمين جبت لهذا اللقب التمين مين ما عم علينا غيرك انت ابو المساميس، خذهم من عندي ميسي جو يمو فقرتنا يا اخوي ميسي وراح. يلا هسه استفاديت ارتاحت ابو المساميس خذها من عندي مين وخذها زين. هذا اوات يريد يحشش زين. هو صدق الميامي انتر ميامي انا ادري في باكيت جقاير يعني انا ادري في جقاير مو نادي. بعدين ميسي ترى رايح النادي ترتيبه اخر واحد يا اخي زحمه. بس والله يا اخوي احنا نسكت لان انت اللي سويته ويانا وسويته بذيك الصفحه خطيه تنوه من المغرب 6-2 5-0 4-0 3-2 كل هيك طب جمهور ريال مدريد ها غشتوا لا تضوجون انتوا من جدكم فتره هسه لعبتوا بينا جوله لا تنقهرون. بس بيك ايش جو بيك يا جول جول السادس لو الخامس يمكن السادس الظاهر السادس زين او هذا مونتويا مدري جيفرين مدري منو قول الخامس. فهذا هو الترند هاليومين احنا الشاقين هواي الترند هاليومين انتقالات كرة القدم اللي ما الها مدري شنو ليونيل ميسي الانتر ميامي، كريم بنزيما للاتحاد، انغولو كانتي للاتحاد، أدامة تراور هم مدروين للاتحاد، الأهلي يردون غندوغان، المدري منو عمي مودريتش هم يردون يجيبوا، السعودية انقلبت الصين الثانية، انقلبت الصين بآسيا، زين، مشكلة هاي مشكلة الانتقالات اللي جاي تصير. نموذج من التعليقات، طبعا نادي الاتحاد السعودي أعلن رسميا ضم بنزيما إلى صفوفه بعقد يمتد حتى عام 2026. رسميا ليونيل ميسي انا ذاهب لانتر ميامي بالفعل مع الاسف عليك ابو المسامي طلعت للقب التمين انت مين جيت وطلعت للقب يا حبيبي. خلي نشوف التعليقات الناس ماذا قالوا. فانا مشتاق لكلام يقول محمد الدوري السعودي كسب وجود هكذا نجوم ليكون ضمن افضل دوريات العالم. هاي على انتقال بنزيما. اما سميح يقول الوداع صاحب اخر هاتريك على فريق احباب قلبي. زين. حسين يقول عادي كان وفي للنادي برشلونه، المهم ما راح يلعب بالسعوديه على مود الفلوس، راح ياخذ 39% من اسهم النادي. الله وكيلك كلها فلوس بفلوس. هذا راح على مود الفلوس وذاك راح على مود الفلوس. تاريخه من دمر على مود الفلوس. يعني هسه شي يصير لو مثلا ميسي ما لا يجي البرشلونة رايح للسيتي. رايح المانشستر. ليفربول. يمتعنا بالدوري الانجليزي. لو بنزيما رايح مثلا التشيلسي. زين تعال اقول لك ميسي. انت شو ترى الدوري الامريكي من الثنتين للخمسه زين هاي اللعبات من الثنتين الفجر ادري شلون نشوفك يعني شلون واحدنا يقعد يصلي ويتوضا ويصلي انه بيرجع يشوفك لو شنو خوي انت شو زين. بس برمضان اذا لحقنا على الدوري انا اقول لك ممكن نشوفك يعني راح نقعد الصبح شاهد هدف ليونيل ميسي على فريق تورنتو ما ادري شنو جالكسي هاي السوالف زين نوبل اسماء ما ادري شنو جالكسي تليفون لو هاي الناس تلي غير نفتهم. بس هو ميسي راح يلعب ويا راح يلعب ضد جاستن ميرام اخوي ابو الجيس على قولة هذا ابو الجساجيس جاستن ميرام. ميسي راح يلعب ضدك جاك للدور الامريكي لحقك زين انت بسانت ليج ما ادري ايش اسمهم وهو بانتر ميامي. تصور انتر ميامي من مليون حسابهم بالانستغرام فور اعلان انتقال ميسي لهم صار 4 و5 الا
ملايين. صدق هذا بالمناسبة النادي مالت من؟ مال ديفيد بيغهام. مال ديفيد بيغهام. نال مشكلة، نال كارثة. زين. يقول ياسر انتر ميامي مركز أخير. هسه لو جاي للقوة الجوية مو كان هسه يلعب دور أبطال آسيا. ومن نابايش. وقدامك أبو الجود. ووراك محمد علي عبود. وحمود ويلسون. وفهد طالب. لو جاي للجوية مو أحسن لك؟ مو أحسن لك لو جاي للجوية؟ ياسر شي يجيبه للجوية حبيبي؟ يعني ياسر أياد حمدي شي يجيبه للجوية؟ لازم تدري شو نبيع، يعني مو بس النادي، العراق كله تدري شو يبيع لازم، يعني مثلا حتى يجيب عقد ميسي. الدوري العراقي كله تسويقيا 48 مليون دولار أو 50 مليون دولار. يعني لو تشترك العشرين نادي ما يقدرون يجيبون ميسي. بس هو خطايا من الضيم يقول له لو جاي للجوية يلعب دور أبطال آسيا. اي لو جاي للجوية يصدق، يعني من نابايش، وراك عبود، قدامك أبو الجود، مهند عبد الرحيم، زين حمود وولسون والولد، ولدنا ما شاء الله، وفهد قولتشي. لو جاي للجوية يقول له وين يجيب للجوية؟ ولك تتحمل فلوسه انت؟ طبعا الصدق. شوف 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 مركز انتر ميامي 15 من اصل 15، هم مجموعتين، هم 30 نادي كل امريكا، 15 مجموعه شرقيه و15 مجموعه غربيه. ميسي نادي مالته مركز 15، ريد بولز قدامك ميسي، ريد بولز 11 مركزه، هاي انا دربي مشروب طاقه، اورلاندو، دي سي، اتلانتا، كولومبوس، كرو. ليش يا اخوي هيك؟ ليش فيلادلفيا، سينسيناتي المتصدر، اسمه سينسيناتي عنده 39 نقطه، وانت انتر ميامي عندك 15 نقطه. هو كلام واحد، انت ليش ما يجي سيدا؟ اخر تعليق من حمود يقول لك اتفقوا ويا ميسي ما راح ينطوا فلوس كاش، ينطوا تكات ميامي. ها 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 هاي تحشيشة، هاي مو تحشيشة. هذا كان آخر تعليق بخصوص موضوعنا الأول، أو الترند الأول اللي هو ترند كرة القدم بالعالم والانتقالات اللي ما إلها رداد، الانتقالات اللي صارت ما بين ميسي وبنزيما وكانتي ومودريتش وغند. عمي قول يا الله، قول يا الله. هذا كان موضوعنا الأول. موضوعنا الثاني في هذه الفقرة، فقرة فيس تو فيس، سبق وأن تحدثنا بموضوع الروبوتات والذكاء الاصطناعي و و و و حلو هاي و و و و سجلوها يمكم. الخبر شو يقول؟ ركزوا وياي. يقول بعد أن أنشأته بنفسها، حلو، بعد ما سوته بيده، أمريكية تتزوج من روبوت مصنوع بالذكاء الاصطناعي. ذاك اليوم احنا حكينا لا ياخذون شغلنا وعملنا وكلاواتنا وهاي، زين هسه ايش راح يسوون؟ راح يخلون الذكاء، زين الروبوتات الذكاء الاصطناعي. بس هو المشكلة ما أعرفاني مين أجيبها، زين المشكلة الروبوتات اللي هسه جاي تصير، زين ما أعرف مين ما مين. خلينا نشوف الموضوع، خلينا نشوف الخبر، زين ننتقل نشوف الخبر. يقول بعد أن أنشأته بنفسها، أمريكية تتزوج من روبوت مصنوع بالذكاء الاصطناعي. زين هو الروبوت، طبعا هاي الصورة ما شاء الله، يعني هو هذا الروبوت، زين هذا الروبوت هذا، زين وهاي الأمريكية، هذا الروبوت هذا، أما هذا كنا بشر. إي وين وصلتوا بالذكاء الاصطناعي؟ وين ذكاء اصطناعي؟ ما ادري شنو، بس هو كل هذا
ما توصلون لي شعراية زين من خلق الله سبحانه وتعالى. مع هذا مشكلة الذكاء الاصطناعي اللي راح تصير بالعالم بالمستقبل مشكلة يجب انه نلقى لها حل. البشر تمادى بالذكاء الاصطناعي، يعني شفنا احنا الروبوت قام ياخذ دور السيستر الممرضة النيرس زين، قام ياخذ دورها ويعطي علاجات وهذا زين، قام ياخذ دورنا كمقدمين برامج ونشرات اخباريه وهذا، وقام يطلع ويذيع النشره الاخباريه زين، قام ياخذ ادوار مثلا بيع وشراء، بيع وشراء بالمولات والاسواقات وهاي الامور كلها زين. بس مو النوب يوصل الالحاد والكفر الى انه تصنعين روبوت وتتزوجي وتعلنين زواجك منه. عمي انعم الله على نعمة الاسلام، انعم الله، انتم مين جاي تسوون بالبشرية؟ هم خلونا نفتهم، خلونا نفتهم، ما بيها شيء. خلي نشوف تعليقات هسانة. والله ما ادري انت شو زين، شلون صنعتي هيك وسويتي وهذا وفرحانة متونسة من زوجتك حايط؟ هم قل لي نعم فاهمين. يقول يوم الولد ابن الروبوت الصالح، يصدق يعني شو نقول لك الروبوت الصالح يعني مثلا شو نقول لك؟ اما فاروق يقول يومين ويحترق، احنا بشر وما متحملين. اي صدق يعني احنا يومين ما متحملين، يقولها يومين ويحترق. اما عبد الملك يقول الروبوت اتزوج وانا بعدني. لا تكن روبوتا، الروبوت الزوج خطيئة مسكين. يابا عبد الملك ما اعرف انا ناشد من، ما تزوجون عبد الملك اهله، اهل عبد الملك ما تزوجون الوليد، خطيئة يشتكي منكم بالتعليقات. الروبوت يقول الروبوت تزوج وانا بعدني. عبد الملك خوي انت شم تاني ما تتزوج؟ شم تاني تزوج يلا فضنا، الروبوت تزوج وانت بعدك؟ روح لا لا قلهم يابا زوجوني لا احرق روحي، زوجوني قلهم. محمد يقول وهنا رجال كبرى شعر ضمن يجي يتقدم للزواج يشترطون عليه، قابل الروبوت احسن منه؟ شنو يشترطون عليه؟ شنو يشترط؟ شوف خليني اوضح لك نقطة، هي ما اسمها شروط. اليوم من انا عندي بنت ويجيني واحد يتقدم لها، طبعا اقول له توفر لها حياة كريمة، عيشة كريمة، ما هاي الأمور هاي مو شروط طبيعية، هاي يعني طبيعية. انت بس لا ضايج من الروبوت، انت الظاهر مضغوط من الروبوت الظاهر. اخر تعليق من محمد يقول حتى الروبوت من نتزوج معبس. شنو قصدك؟ قصدك الزواج مو زين؟ قصدك انت تسوي مشكله الظاهر، انت الظاهر. هذا كان اخر تعليق بخصوص هذا الموضوع اللي هو موضوع الروبوت اللي صنعته امريكيه ملحده كافره وتزوجته. ما اعرف موضوعنا الثالث والاخير في فقره فيس تو فيس، هذا يسموه الاصرار، يسموه العزيمه، يسموه انت عندك فلوس اسوي لي جامعه وانجح نفسي وافضل السالفه. يا اخوي مليونير صيني يتقدم لامتحانات الثانويه العامه للمره 27 املا في الالتحاق بالجامعه، هذا وينه المليونير الصيني؟ اخوي انت مليونير بفلوسك اسوي لي جامعه وادرس بيها احسن من ما 27 مره. الحلو بالموضوع ناخذ الجانب الايجابي، طبعا هذا هم ترند في مواقع التواصل الاجتماعي، الجانب الايجابي بالموضوع انه هو جاي يستمر بالعمل والدراسه و جاي يستمر انه يريد ينجح.
27 مرة أوكي، بس هو يريد ينجح مرة مرتين ثلاثة، المهم هو يريد ينجح. بس يا أخوي مو 27 مرة وانت عندك هاي الفلوس كلها، أسوي لي جامعة وأدرس بيها أحسن من ما صار لك 27 مرة تتقدم وما ت... ما ت... ما تنجح. يا أخوي يعني الموضوع زاد عن حده. خب انت تدري يعني الموضوع زاد عن حده، واحنا عندنا الموضوع اذا زاد عن حده ينقلب ضده. هاي ما ادري منين جبت المثل، اني من جيبي ما ادري منين، ما ادري قاري والله ما اعرف. ف بنفس الوقت بها رساله عظيمه، هو عنده فلوس يقدر يستثمر يسوي جامعه ويدرس بيها وياخذ شهاده بدون ما حد يقول له هيجي، بس اكو دوله قانون، وبنفس الوقت اكو اكو هي هاي اللي ببالكم وبالي، اكو عدالة. وبنفس الوقت هاي رسالة انه لو قد ما تحاول ما تنجح تفشل حاول مرة ثانية. خلينا نشوف الموضوع وتفاصيله. مليونير صيني يتقدم لامتحانات الثانوية العامة للمرة 27 املا بالالتحاق بالجامعة. ماذا قال المواطنين بالتعليقات؟ أنس يقول إن شاء الله على خطة، هاي صار مرتين بقن 25 ما أخوي أنس صار لك سنتين راسب، صار لك سنتين أنس ما تقرأ، إيش منتظر؟ أقرأ انجح، إيش منتظر يا أخوي؟ لا وشون يريد كل قباحة يقول له إن شاء الله على خطاك، ان شاء الله بعد لي 25 مر باو انس السنه الجايه لازم تنجح. الله يوفقك انس. ايلاف تقول تعال للعراق. ها شنو قصدك يعني؟ ها ها ايلاف شنو قصدك؟ قصدك بالعراق يعني مثلا ينجح بسهوله؟ مو ذولا جاي يغشون يوميا لازميهم، الله وكيلك يوميا طالعين تليفون لو ما ادري شنو، لو هذا بالجهاز ما ادري شنو هذا بيخلوا اجلكم الله بالحذاء ومدري شنو وغش وسماعات وهاي زين يومية. هسه تلمن اشتغلت دق التليفون صديقي حج رافد خابرني، حج رافد قلت تدري انا بالحلقة يا حبيبي، بس الظاهر اريد يعزمني على خطوبته. مبروك ابارك لك عمي بالمباشر، مبروك حج رافد تستاهل كل الخير ان شاء الله نجيك. فإيلاف تقول تعال للعراق امتحن، لا ما يجي للعراق امتحن او في حاول بالصين. ريان يقول هذا لو بالعراق كان نجح من زمان، ابرقتين كاتب ابرقتين يقول ابرقتين ابرقتين، هذا نفسه اللي يقول بوكان، هو اسمه مكان بوكان شنو ابرقتين ينجح تعليق من لاست ويز تقول او يقول عدنا يتظاهرون وينجحون ياخذون دور ثاني وثالث، اللي يفهم والما يفهم يروح جامعة. اما منتظر يقول ليش ما يأس، ليش ما يأيس عفوا جامعة اهلية يأسس، خويا شلون يعني يأسس، يقول ليش ما يأسس جامعة اهلية ويحصلها بنص السعر، هاي حصل الشهادة قصدك، ليش هو اللي أسس جامعة أهلية ليش يحصل ابنه؟ أخوه يأخذ الشهادة وهذا غير جامعته غير فلوسه. يا أخوي شوية. هذا كان آخر تعليق بخصوص آخر موضوع في فقرة فيس تو فيس اليوم، موضوع الملياردير الصيني اللي قرر أنه يمتحن للمرة 27. مشاهدين الكرام وصلنا لختام فقرة فيس تو فيس، فيس تو فيس فاصل قصر وفقرة ترند يوتيوب، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام، اهلا ومرحبا بكم في فقرة العجائب والغرائب ترند تيوب. في الانبار حيث الغربية القي القبض على شاب من مواليد 86 متنكرا بزي امرأة، ماذا يفعل؟ خلينا نشوف الفيديو. لك شنو هاي؟ شنو هالبشاعة هاي؟ شنو هالبشاعة هاي؟ يعني هسه
طبعا هي هاي مو على خلقة رب العالمين، لا هذا هو لاعب بالش اسمه. فاحنا شنو راح نصنف؟ انا ما اقدر يعني تحملوني مو خلقة رب العالمين ومو تنمر، لان هذا هو اللي مسوي بنفسه هيجي. لك شنو هاي؟ حواجب هاي، عيون هاي، كأنها مطاوات، كأنها عيون مال طباخ. شنو هاي؟ حمرة هاي شنو هاي؟ واسمك سعدون؟ اسمك يعني حتى اسمك ما يساعد، اسمك سعدون؟ زي انت زلمة كبير مولدك 86 وبالأنبار ومتنكر وهاي وجاي جدي وتبوك صدق كذب؟ وين تريد توصل بهذا موضوعك؟ ارجع واكرر، لا حد يقول لي تنمر، لا هاي مو خلقة رب، إنا خلقناكم في أحسن خالق رجل، هذا هو بس هو لعب خلقته هيك. هذا وجه هذا ولك، هذا وجه هذا، حتى هم مدري شلونك. حواجب بعد حواجب، تقول سايدين مال محمد القاسم، تقول جنح مال نسر، مال غراب، يا غراب البين. العيون تقول عيون مال طباخ هيك سود. وين تريد توصلون بهاي الافعال؟ حرامي صاير بهذا الزي، مجدي صاير بهذا الجي، الجيش الزي العفو، حتى قمت اسحق زين. فهسه انت هاي الافعال وين تريد توصل بها؟ هذا المنظر بعدين انت ليش تسيء لي هذا اللبس؟ هذا لبس المرأة المحتشمة، انت ليش تسيء لي النقاب والهذا ليش تسيء لي؟ يا اخي كون انا سجنك، كون انا اللي اشرف على سجنك يا سعدون. الله ما اعرف صدق عود هذا مثلا هم يطلعوا لي حقوق انسان، وهذا يا حقوق انسان يطاعون بهذا. انا اشوف التعليقات لان انا قلبي وجر، قلبي تعب، اشوف التعليقات الناس شو تقول. ام سلام تقول يحكي بكل ثقه وبدون ارتباك، ماخذ الشغلة عادية. يلا يا أخوي يا أم سلام، ماخذ عادية الشغلة، من عمة عينه ماخذ عادية الشغلة. إيه ليش مو الناس أهلنا بالغربية بالأنبار ناس محترمين وهذا وزلم؟ شين أنت هاي التصرفات مالاتك؟ إيه مو تسيء للمحافظتك، المنطقتك، الأهلك، العشيرتك، تتسيء بهاي التصرفات؟ استحسن لك إنكم مشيت سعدون، نو اسمه سعدون، سعدون. سيف يقول لك هو احنا فريقنا بينقص، صدق هو احنا فريقنا ترى عم النسوان اكثر من الزلم صارت بالعالم، احنا فريقنا بينقص يا اخوي، احنا فريقنا نقص. جاي نلعب 10 ضد 10، احنا مطرود من عند واحد. ميثم يقول هذا اخر الزمان مثل ما قال الإمام علي عليه السلام، سلام الله عليك يا أبو الحسنين، سلام الله عليك. صدق هذا آخر الزمان. آخ ذكرتنا الإمام علي، لو كل الناس تقتدي بالإمام علي كان ما صار هذا اللي صار. قسيم الجنة والنار علي، ويا محلى هذا الاسم، سلام الله عليك. تقول اسمها وبشر الصابرين، بس الصابرين شنو باعها؟ اسا انا اقتنعك حروف شمسية وقمرية اوكي باللفظ يعني بالنطق، بس مو بالكتابة. وبشر الصابرين اليف وصاد قبل، لا الصابرين ولفظها الصابرين، شمسية وقمرية اوكي بس مو الصابرين، يعني هذا يعني حرف شمسي زين، الشمس لو الشمس نقول الشمس، نقولها الشمس بس مو تلفظيها مثلا الصابرين، الصابرين كتبي. يقول او تقول الله المستعان، هاي ايش دي يصير؟ العالم تخبلت، الدول كلها تتطور الا العراق على وشك الانقراض من وراء النماء. اي أيوة والله التوتو اوف منكم. اخر تعليق من لور شوشو،
المحامي يشوش وتقول ساعدون حقه لان يدري ما راح يحصل اي شيء من هاي الدوله، لا تعيين ولا شغل بقطاع خاص لانه رجال. فقال لك خط حواجبي والبس خمار حتى الله يوفقني. خوي انت محامي، شغلتك تدافعين يعني، انت محامي يعني انا ما راح احكي، انت شغلتك هاي، انا عبالي اعلق بس همي انا خلي اعلق. مواليد زلمه كبير، مواليد 86 وما لاقي له شغل لحد الان. لا تلومين البلد، اي مو احنا صغار ونشتغل، معامل اشتغلنا، بسواق اشتغلنا، عمال اشتغلنا، حمالين اشتغلنا، كل الشغل الشاق هذا اللي يشتغلوا هسه الناس اشتغلنا لحد ما لقينا لنا شغل. وهذا وكل انسان الله سبحانه وتعالى يخلي بي فد موهبه، فد مهنه يمتهنا كل انسان. ما شفتي حتى ذول اللي قدون تلقيهم الله مخلي لهم فد مهنه معينه يعرفون بها ويفتهمون بها بس هم ما يشتغلونها. فهذا تلقينا والله العظيم يجوز تلقي مبدع بشغله معينه، يجوز تلقي حداد شاطر، نجار شاطر، خلفه شاطر، محامي شاطر، بس هو ما يريد. احنا شلنا علاقه. هذا كان اخر تعليق بخصوص هذا الفيديو، فيديو ساعدون اللي من الانبار اللي متنكر بزي امراه وجاي يسوي هاي السوالف. الفيديو الثاني شايفين من قاعدين بمطعم تاكلون زين بأمان الله وفجأة يطب لكم هذا يقول له حرامات ما طب الصلاة، اي ادري شو تريد انت. طبعا هذا المطعم في احدى المحافظات اعتقد بالنجف، النجف الاشرف. قاعدين بأمان الله جاي ياكلون زين، الظاهر هو المطعم ال شو اسمه القصابه ما اتخل في المطعم ما اعرف شلون وش طب لهم ما ادري. اضربوا المطعم، انت جاي تسوي دعايه مثلا ياباني لحمي، اي درينا لحمك هذا لحم شرعي ولحم بس مو يطب لهم، مو يطب لهم للمطعم. هاي حتى يصدقون الظاهر، الظاهر انت سويت ايش حتى يصدقون يابا لحمنا زين ولحمنا شو اسمه زين. هذا الخطيه يعني تصور انا بهذا الموقف جوعان ميت من الجوع وتوني بديت اكل وطب لي هذا، شو اسوي؟ اخذ الصينية واطلع، اخذ المعان واطلع غير من الجوع. اكل تفضل. خطيه والله، شلون طب لهم طب ما شاء الله. خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الفيديو. احباب المصطفى يقول يا راد كم واحد هائج ويدخل مجلس حتى هم يطشرهم تريده؟ ابو عبد الله يقول عادي طاب للمطعم حتى يتغدى، ايش يتغدى من لحمه؟ يتغدى من اللحم مالته؟ ايش يتغدى يا اخوي؟ احمد يقول هذا دليل ومقصود من صاحب المطعم نستخدم اللحم العراقي الطازج. مو هيك يسوي، فلش المطعم على مود يسوي اعلان يا حبيبي، فلش الكراسي على الميوزه على المدري شنو على البيبان. نبيل يقول مليارات تصرف على مؤسسات أمنية منتشرة داخل المدن بالعراق وإلى الآن ما يعرفون شلون يتعاملون ويا أتفه الحالات. ومن هاي هي مثلا هاي حالة سائدة كل يومية تصير حبيبي، هاي حالة نادرة يعني. مثلا شو تريد أخلي لك شرطة لمعالجة أجلكم الله البغل خاف يطب المطعم يا حبيبي؟ تعليقات ما لها داعي ولا بيها منطق. يا اشتري دا اخلي لك قوة امنية خافك بغل طب المطعم، جلكم الله يعني حيوان طب المطعم. قل لي مثلا اسد يمشي بالشارع زين ممكن، اي قل لي مثلا ذيب، معالجة هاي الحيوانات المفترسة اللي مثلا تهرب من المنتزه او من مزرعة او من غابة، بس مو تريد نخوي اسوي لك. اخر تعليق من ابو علي يقول شو السالفه هذول اللي بالمطعم؟ لو جايتهم لجنه رفع التجاوزات ما شردوا هاي الشرده. اخوي ابو علي ها انت كان قعدت مو؟ ما ترضى يشردون، ما ترضى مو؟ لو انت كان قعدت بقيت تاكل ويجيك قلبك انت والميز ما يرضى، ما قابل، ليش يشردون؟ ليش اخوي تريد تموتهم؟ تريد ينطحهم؟ هذا كان اخر تعليق بخصوص هذا الفيديو.
الفيديو اللي دخل الفيديو اللي بعده ملعب كرة قدم في وسط النهر، نهر دجلة. خلينا نشوف الفيديو. هاي جاي نشوفني يومي هاي قدام عيوننا هاي، بس هسه انتم طببين طوبة وجايين تلعبون بنص النهر. خوي شو جاكم متوازين؟ امو الساحات صارت 10,000، وين ما تروح تلقى لك ساحة ببغداد، منا لهنا ساحة. زين انت عايف الدنيا كلها جاي بنص النهر بالطين تلعب طوبة ومسوي لك ملعب؟ خوي شنو السالفة؟ متوازي خو ما متوازي؟ بنفس الوقت الألم اللي جاي نعيشه ونشعر به من نشوف هكذا مناظر وصور وفيديوهات للنهر وهو يجف ويتلاشى شيئا فشيئا، وكل هذا وتركيا ما تفتح المي. خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الفيديو، فيديو اللي يلعبون كرة قدم في وسط النهر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم. هاي ما أعتقد هذا التعليق أو هذا التعليقات لهذا الفيديو حسب ما أعتقد يعني. خلينا نشوف تعليقات الفيديو وين. أي هذا الفيديو مال اللي بعده. زين تعليقات الفيديو مالتنا هذا وينهن؟ أي هذا إني يقول بس اريد اعرف التصريحات اللي كنت اقراها بالشتاء امتلاء السدود وارتفاع مناسيب المياه لنهر دجلة والفرات غشي مصدقت وعلقت. يصدق يعني هنا وينهن؟ سيد امير يقول يجي يوم ويصير قطع. ايه والله يوزعوه اراضي سكنية قطع يوزعوه عادي طبيعي. هسه تلقى لك واحد يسوي لك طريق همين هيك بدال الجسر. كاظم يقول يجب اغلاق نهر دجله في اخر نقطه كي لا تذهب المياه للخليج بحجه دفع اللسان الملحي. هذا تعليق كاظم. جياد يقول مشكله عدم كري النهر وليس شحه المياه. ممكن يعني هي اكو شحه مياه بس عدم كري النهر ايضا. حذيفة يقول من الشهر السابع راح ينظمون بي بطولة. ايه بطولة، بطولة الفرق الشعبية ممكن ينظمون بي. نمير يقول اغلب السدود والنواظم على دجلة والفرات بالمنطقة الغربية فوق من بغداد، يعني ولا يوجد بالجنوب غير سدة الهندية على الفرات وسدة الكوت على دجلة من زمن الاستعمار البريطاني تم بناء. هذا كان اخر تعليق بخصوص هذا الفيديو. الفيديو اللي بعده هو فيديو لي شاب او ما اعرف شو نسميه يعني عمره مواليد 2003 صور فيديو ونشره، فيديو مؤلم بس خلينا نشوفه وخلينا نعلق عذرا لبشاعة المنظر ما يعني ما قدرنا نشوفكم الحالة من رماها. زين بس هاي الحيوان اجلكم الله، هاي القطة رماها شاب من سكنة بغداد. زين ما اعرف شنو صور فيديو على التيك توك. زين احنا حتى شنوها حتى ما تشوفون كل ساعة ينعاد الفيديو بسبب بشاعة المنظر. يعني رماها وما اعرف شنو اللي سويت، هي كائن يعني هي ما مأذيتك ولا شيء. زين احنا نملة ما نقدر نأذي، تتأذي طبعا بالمناسبة، وتم القاء القبض عليه. زين وبعدين تم ايداعه مستشفى اعتقد الامراض العقلية او النفسية، لان حسب قول اهله انه هو عنده حالة نفسية انه هو مريض. احنا نمشي ويا هذا الاتجاه لانه احنا ما نحب نشوف هيك مناظر، خصوصا انت شاب من مواليد 2003 بعدك بمقتبل العمر، عمرك 20 سنة. زين هسه انت ايش راح تسوي من 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 تكبر بعد وتشوف هذا الفيديو؟ تم حكم الاعدام عليك بالقتل ودفعتها. اي ليش؟ شو مسوي؟ مأذيتك شو مسويت لك؟ طبعا احنا مثل ما تعرفون قلنا لكم تم القاء القبض عليه وطلعوا اهله ووضحوا. سامي يقول هذه ارواح وانفس خلقها الله تعالى،
بأحسن الصور وحرم قتلها إلا بالحق. ثم خلقنا، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. سيسألك الله عن هذا العبث بخلقه، ويا ليتك تمتلك الإجابة حينها. أم جنات تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من قسوة القلوب وإن صارت مخافة الله. هذا كان آخر تعليق بخصوص هذا الفيديو أيضا بحلقتنا لهذا اليوم. مشاهدين الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة، نقولكم في مالا.